تسجيل خروج من الفندق اللي في الغابة، طالع ان شاء الله الشاطئ الشمالي، دعواتكم بالتيسير. طبعا شباب المنطقة مليئة بالصخور، يعني بامكانك توقف سيارتك على الطريق وتنزل تصور، الصخور واجد يعني. طيب يا شباب، قبل قرية بوناكاكي الصخور البركانية عندك هذا الشاطئ اسمه موتاكاكي وموتاكاكو، المهم حولها. طبعا زي ما شفتوا وقفت السيارة ومشيت ماشي، الشاطئ جدا قريب وسهل الوصول له. في شاطئ خلف هذا الصخور الثاني برضو سهل، الشاطئ الثاني اللي خلف هذا الصخور برضو سهل، وقف السيارة وتنزل مشي قريب، يعني ما في صعود وطلوع. الشاطئ الثالث اللي امس انا كنت فيه على الغروب اسمه مواكي حاجة زي كذا، المهم لو وقفت عنده تنزل له 100 متر نزوله، لكن شوي صعب. هذا الشاطئ الثاني يمكن بعضكم شاف صور للصخرتين هذه وهذه، ومعروف وتوقف السيارة قريب منه. الشاطئ اللي امس انا كنت فيه، شوفوا هذا هو الصخور الكبير اللي انا امس كنت فيه، بس انه طلع ولازم تنزل له نزول اقل من 100 متر، لكن نزوله صعب شوي. الجو زي ما انتم شايفين الصباح اليوم كان مقفل مع شوية مطر خفيف. بتوجه الان الى منطقة ثانية دعوات. طيب خلينا اشرح لك الان، الشواطئ اللي قبل ربع ساعة بالسيارة كانت قبل قرية بونالاكي الصخور البركانية. طبعا هذا مدخل قرية الصخور المشهورة، حيجيك جسر تعديه. اول ما تدخل حيجيك فندق على اليسار 5 نجوم، هذه غرف هنا على الشارع، في غرف جوا. الان انا وصلت منطقة المواقف حق الصخور البركانية، فيها كافي ومركز معلومات سياحية، توقف السيارة يمين يسار، المدخل الصخور هذا هو. طبعا 800 متر جاتني القرية، فيها عدة فنادق وفيها مطعم واحد فقط. هذا التراك اللي امس انا مشيت فيه حق النهر، وبكمل كيلوين وحوديك الفندق اللي في الغابة سكنت فيه. شوف اللوحة الزرقاء تقول لك 300 متر على اليسار حتحصل منطقة الفنادق الثلاثة اللي في الغابة. اللوحة الزرقاء الان مرة ثانية توريك المدخل، المدخل زي ما انت شايف صغير، ندخل فيه 3 فنادق، الفندق اللي سكنت فيه YHS. ظليك مستمر كذا من الطريق، هذا مدخل الفندق. الشاطئ كل امتداده صخور، ليك روتاتي ويسمو لها اسم ثاني اسمه نيلسون ليك، تحصله كلها موجود على اللوحة على الطريق. في بحيرة قبلها لها اسم شبيه باسمها اللي هو روتاتو. طبعا الاسماء هذه كلها ماورية من لغة السكان الاصليين نيوزيلندا، لغتهم صراحة الاكسنت شوي صعب حتى على البريطانيين، فاعذروني لما اقول الاسماء احيانا اتلخبط فيها صراحة. بعض الديار كانك مرمي زمان، لكن الله حميك. الآن وصلت الركن الشمالي الغربي من الجزيرة الجنوبية نيوزيلندا، هنا بيت ليل، إن شاء الله بصور بكرة هناك.